الصحافة الأجنبية علمونا حاجة اسمها alleged أو حاجة اسمها يعني كما قال، ونحطها بين قوسين، إنه لا 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 نجزم أو لا نجزم بالمعلومة وننسبها دائما إلى أصحابها، ولازم يكون في مصدر، مش فكرة إن أنا واخد من موقع لموقع فأنا خلاص جزمت أن هناك ميكروباص أو نفيت إن في ميكروباص، ما أنا ما أعرفش، فلا بد أن يكون هناك فكرة الحذر الشديد. المواقع فيها كما تعلمين عنعنة عن وعن وعن إلى أن يسيح دم الخبر بين الخبر، ولا تعرفي المصدر الأصلي أو ما يسمى غسيل الخبر، إنه الخبر يأتي من مصدر بعيد جدا ثم يتنقله مصدر آخر نص مستوى ثم يصل إلى موقع محترم. فزي ما انت عارفه اجهزه المخابرات الدوليه كانت بتعمل ده زمان، تنشر خبر مضروب جدا في صحيفه نائيه في بلد بعيد جدا، تاخده وكاله محدوده انتشار ثم تتبناها وكاله رسميه داخل العالم. يا عماد انا اكبر نموذج، انا عندي شائعه مش عارفه اتخلص منها، ان والدتي ناهد شريف، يعني انا نموذج فج لهذا الموضوع، والله بجد انا نموذج فج لهذا الموضوع. وبعدين انت لا تستطيع انك انت تقنع الناس، يعني انت دلوقتي لا تستطيع ان انت تقنع الناس ان مفيش ميكروباص، كويس؟ مش قادر تقنعهم، انا مش عارفه اقنع الناس ازاي، يعني اعمل لهم ايه؟ احط شهاده ميلادي، بحط صوره مامتي، يعني مش عارفه اعمل ايه؟ شهاده قيد عائلي من وزاره الداخليه، مش معقوله يعني. وبتفضل عن 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 حتى تصبح حقيقه واقعه. بس عشان نؤكد تاني كلامي وكلامك مره اخرى، هذه نحن لا نجزم لا ان في ميكروباص ولا ما فيش ميكروباص، احنا بنقول انه علينا الحذر والتعامل مع الاشياء مش بجزم حتى نتيقن من الحقيقه. لميس، هو في معلومه صغيره او توضيح صغير، مفترض اخواننا احنا كلنا كاعلاميين نحن ننقل الاخبار ولا نخترعها. نقل الاخبار يفترض بديهه ان في مصدر واضح. نعم. وفي مثل هذه نعم. الاخبار يعني برضو احد الدروس اللي تعلمناها في اعلام، انا ما اقدرش اقول في قتيل ولا اثنين ولا ثلاثه في حادثه الا مصدر طبي، لانه بيقول لك ممكن تشوف 10 وعيين في ارض معركه او في خناقه ويهيئ لك ان هم ماتوا، الذي يقول انه ممكن يكون مغمى عليهم، اللي بيقول ان هم ماتوا هو الطبيب فقط. قال لك وماتوا وكذا ولا ما بالظبط. وبالتالي نفس الوضع، ان انا في الاخبار مثل هذه الاخبار لازم انتظر، اضحي بالسبق، اضحي بالترند وبالسبق لصالح الحقيقه والدقه. واضح يقول لي انه قال فلان الفلاني انه سقط اتوبيس او لم يسقط اتوبيس. صح صح. بشكرك شكرا جزيلا صديقنا الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس حجره الشروق. مره اخرى احنا مش بنقول لا انه في ميكروباص ولا ما فيش، احنا بنناقش فلسفه كتابه الخبر، فلسفه تكرار الخبر، لكن لا بنقول لا في ولا ما فيش، عشان لو لقوه بعد كده اقول لك الله شفتي اهو الميكروباص اهو انت عماله تنفي. انا ما بنفيش، انا بقول نتريث حتى يكون لدينا بيان رسمي مدقق من جهه رسميه.